سلام. لما اثنين يكونوا مع بعض يتزوجوا ما في حاجة اسمها تنازل. اللي بيحصل هو ان الواحد يتعايش مع الشخص الثاني. طبيعي انسان او انسانة بطبايع مختلفة بطريقة حياة مختلفة، فالاثنين لازم عشان يصير في توافق فلازم يصير في تعايش، بس مش تنازل. اللي بتنازل معناها من الفقد، يعني أنا بفقد حاجة عندي لما بتنازل عن حاجة معينة عشان الشخص الآخر، وهي داخلة في إطار التضحية. والتضحية ما هي حاجة طيبة، يعني حتى لما الأم بتضحي عشان أولادها بيكون زي حبل تنخنق فيه، وبرضه بينخنق فيه الولد اللي الأم ضحت بيه عشانه، فبيحس أنه لازم يرجع لها يرد لها الجميل. هي يعني حاجة طيبة، لكن يعني ما هي حاجة بتشحن الواحد بشحنات جميلة وحلوة وذبذبات حلوة. الأفضل إنه الواحد يعطي، والعطاء عادة بيكون من حب ومن خزان مملوء. يعني لما الواحد يكون سعيد بيسعد اللي حوله، بتكون أفضل من إنه الواحد يكون مكتئب وعشان ما يبغى يكبر اللي حوله يقوم يتصنع الابتسامة أو التضحية. عمرها ما كانت حاجة حلوة لكنها تقدر. أوكي. فمسألة أنه الواحد يتنازل لما يكون في حياة زوجية مثلا، أو يتنازل لما يبغى يعمل حياته أنه حسب الظروف المحيطة في الواحد يعمل حياته، بأنه يتنازل عن أمور معينة، لا، الواحد بيعمل حياته بأنه يضيف لحياته، يعمل أفضل شيء من الأشياء المتاحة، الأشياء الموجودة، بس مش أنه يتنازل. مو كويس الواحد يتنازل، الواحد يتعايش. سلام.